مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. كنشوفوا صغار وكبار، نساء ورجال، كل شيء في الوسط الرياضي كيتكلم على المونديال. واليوم معنا يوسف نحيل اللي غيعطينا الرأي ديالو تشكيلة المنتخب الوطني والرأي ديالو في المدرب وليد الركراكي، ويقدم لنا اقتراحات والآراء ديالو بخصوص المنتخب الوطني. اولا مرحبا بك معنا الاخ يوسف نحيل. اولا شكرا على الاستضافه. بالنسبه للتشكيله ديال المنتخب المغربي فهي تشكيله مثاليه، متكونه في حراسه المرمى من ياسين بونو ورضا تكناوتي ومنير محمدي، في خط الدفاع اشرف حكيمي، نصير المزراوي، نيف اكرد، رومان سيس، اشرف داري، جواد اليميق، وبدر بانون، ويحيى عطيه الله. فيما خط الوسط متكونه من سفيان مرابط، وعبد الحميد الصابري، وسليم املاح، وبلال الخنوس، ويحيى جبران، واناحي. بالنسبه لخط الهجوم متكونه من بوخلال، حكيم جياش، ووليد شديره، وإلياس الشاعر، وعبد الصمد الزلزولي. نتوقف معك الأخ يوسف، يعني كيفاش جاتك التشكيلة واش هي تشكيلة مثالية؟ بالنسبة لهذه التشكيلة كما كتعرف تشكيلة مثالية، لأن وليد الركراكي كما كتعرف كان مدرب سابق للوداد وعنده تجربة سابقة مع الوداد، يعني حاصل على عصبة الأبطال و يعني مدرب ذو كفاءة. مدرب ذو كفاءة، والسيفي عنده ما شاء الله، يعني السيفي عنده عامر، يعني بطل إفريقيا وبطل المغرب، وهو كيعرف التشكيلة اللي عزل، عنده واحد الكفاءة باش عزل هاد التشكيلة اللي كتوفر على عناصر متميزة. نتوقف معك خويا يوسف عند التشكيلة، شكون انت شي لاعب يعني كتشوف أن الركراكي نساه ولا ظلمو وكان خاصو يتواجد في التشكيله ديال المنتخب الوطني؟ هو كاين واحد اللاعب الصراحه وليد الركراكي ما ظلموش، ولكن في بلاصتو كاينين لاعبين اللي متميزين عليه، هو سفيان الرحيمي صراحه يستاهل، ولكن بالنسبه للكفاءه اللي عند اللعابه الاخرين يعني متميز على الكفاءه ديالو. يعني كتشوف ان الركراكي يعني خدا القرار الصائب، ويعني كاع اللاعبين اللي قام بالاستدعاء ديالهم كيستحقوا يتواجدوا بالمنتخب الوطني. نعم، لان وليد الركراكي عنده واحد الرؤيه كيشوف من خلالها واحد اللعاب اللي متميزين اللي غينادي عليهم، والحمد لله اللعابه كاع اللي نادى عليهم وليد الركراكي متميزين. لنفترض انك مدرب المنتخب الوطني وتعطاتك هذه اللائحه، شنو التشكيله اللي غتدخل بها في المقابله؟ بالنسبه لي كمدرب، التشكيله المثاليه بالنسبه لي غتكون مكونه من بونو في حراسه المرمى، الدفاع غندير اشرف حكيمي مع نصير مزراوي، حدا رومان سيس واشرف داري. بالنسبه لوسط الميدان غنعتمد على عبد الحميد الصابري وعز الدين اناحي ويحيى جبران. بالنسبه للهجوم غنعتمد على حكيم جياس وعبد الصمد الزلزولي وعبد الرزاق حمد الله. وشنو الخطه اللي غندخل بها؟ الخطه اللي غندخل بها 4-4-3. 4-4-3. اذا الاخ يوسف، شنو الرؤيه ديالك بالنسبه لهذا المنتخب؟ يعني كتشوف واش انه يعني غادي يقدم الجديد في هذه المنافسات؟ شنو الراي والتصور ديالك؟ التوقع ديالي يعني غيدوزوا للدور الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. وشكون الفريق اللي تبغي يتلاقى مع المنتخب الوطني اللي انت كيعجبك، شي منتخب عالمي تيعجبك وتبغي تشوف ان هناك مقابله، يعني تكون مقابله شيقه بين المنتخب الوطني والفريق العالمي اللي كاين الاعجاب ديالك؟ الفريق العالمي اللي كينال الاعجاب ديالي هو المنتخب البرازيلي. منتخب البرازيل. عندك شي لاعب في المنتخب البرازيلي كيعجبك؟ لاعب نيمار. يعني عزيز عليك نيمار. اذا نتمنوا للمنتخب الوطني المغربي حظ موفق، ونتمنوا يعني يمشي بعيد في هذه المنافسات، وعلاش لا حنا كنثيقوا
في كل اللاعبين ديال المنتخب الوطني. كنشكروك الاخ نحيل على تقديم الاراء والتصورات ديالك، وشكرا لك من جديد. وانا كنشكر الاخوان كاملين اللي صراحه استضافوني في هذا البرنامج، اللي صراحه الصحيفه ديال السفير اللي صحيفه نزيهه ومصداقيه. شكرا لك الاخ يوسف نحيل. الى هنا متابعينا الكرام تنتهي هذه الفقره من برنامجكم حكايه الفيراجيست، نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله.